بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. مانتا حلقتنا مانتا وحان إن شاء الله تعالى كسو قدبنينا فضل العمرة، فضل العمرة في رمضان. عمرة ربش رمضان لعمريستو فضلقة يقيمها أي لذة. عمرة سندك أوردنبا وقت أي أوته سندك أوردنبا ووقت العمرة وقت كستا ننك معتمرك عمبر ربينو عمريستو وقت كستا أو سندك كمدا وعمري سكرة. لكن بش بركيسن رمضان فضل جار أي حمبارسن تهي إن دتك أوودا أي عمريستان بش بركيسن رمضان فضل ديراتك إلا ذا هدرت هذا ميشان وحان ير إن شاء الله تعالى تابنينا عمردة. عمردة ومشروع بإجماع العلماء، مشروع واي علماء وحيكوك لتقين في حكمها التكليفي، حكم كذا تكليفي جاء واجب ميا مس السنة ميا يعني عمردة حجك أسيقا وحمرنا كمتاقنا باتفاق العلماء حجك وواجب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما عمردة علمدة وحير ويكوكل الرأي الدوين وحين كوكل التقين لبقول أفرت مذهب، مذهب كحنفية ذا هي مذهب كمالكية ذا وحي قبان عمره ذا إنا يتهي سنة مؤكدة وأيسا واجب أهين. وحين دليل سوقاتين حديث ك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي سئل وحلوي ديي عن العمرة أواجبة هي مواجبة مسه. نبي يا لوي دي صلوات الله وسلامه عليه عمرة مواجبة مسه. نبي وحور الله واجب معها. وأن تعتمروا هو أفضل عسي شيء إن العمري ستان أي فضل بدن. حديث كاس سيداس أيوكوسو أروري أورينايو جابر بن عبد الله. حديث كان إن بدن أو علم ذا كمدا ويضعيفيان إن كلا يعني ويتصحيحيان. مركا حديث كان أيغو عسكنايا يعني الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس الأصبحي وحي يعني شيغان إن عمرضة أيتهي سنة مؤكدة. قول كاللباد الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أيغا وحي قبان عمرضة إن أيتهي واجب أوقف كست أو مسلنا أو أوودا إن أوسو عمريست أو سو عمريست إن أوسو عمريست أي واجبته. وحين دليشدين وأتموا الحج والعمرة لله يعني حجك إي عمردة لما يسترى إلهي يعني درتي سؤول لما يسترى آيات داس أي دليل سوقاتين. مركة آيات دان علم الأصول هذه يعني لأيغو أمر كوحو فإذينا الوجوب أمر كان يعني وأتم الحج والعمرة
لله الأولي سبحانه وتعالى أمر كاس وحوفا إيدينا الوجوب فإن العمرة واجبة عمرة مركة وواجب وحان اللغوعات في مركي عمرة لغا هدلاي الله سبحانه وتعالى أو كهدلاي وحوكوعات في حجك وأتم الحج والعمرة لله حجك يا عمرة لما يسترى إلهي يعني درتيسة قلنا ما يسترى حجك يا عمرة وها أعمال بدن حجك عمرة أيضا إحرام يا طواف يا السعي بين الصفا والمروة الحلق أو التقصير حلقة سيكون أكتح أما يعني حجك أعماشي سأذي فربضنته وقوف عرفة كمدة انت سوحة وهلية الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة وقوف عرفة مبيت مزدلفة رمي الجمار وحبذا أو أعمال أي يعني حجك أوليه أما عمرة أعماش هذا ويكيرت أعماش عمرة سدى عن الشيكني مرك عمرة بعدما الوعد في حجك الوعد في أو الله سبحانه وتعالى حجك الوعد في أسيغة أوليبا أمره بصيغة الأمر وأتم الحج والعمرة لله أوري عمرة وواجب سيدو كلا الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وحي دليشنا يعني حديثك أها حديثك أورنا أيه أبي روزين أو رجل من بني عامر كمدة وحور النبي وحوره صلى الله عليه وسلم نبي أنه قال يا رسول الله نكا وحور النبي لحد لا وحوري يا رسول الله إن أبي شيخ أبيه وأضي دأه شيخ أضي كبير دأه لا يستطيع الحج حج ما أوده ولا العمرة ما أوده ولا الضعن ما أوده سفر يصعد ما أوده قال النبي وحور عليه الصلاة والسلام أسيقوا نكاس أجوابايا أحجج عن أبيك واعتمر أبها كحج أنعم ريسو أبها كحج كان أنعم ريسو أبها أنعم ريسو أنحج حدي حجك أوسن واجب أهان لهين وحيليهين الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وحيليهين هدي أوسن واجب أهان لهين أبها كعم ريسو لما ديه لهين مركع لماذا الله بدأ نقول إيكا قبان عمرادة إنه واجب تهي إنه سنن مؤكد تهي سيدا آن يعني سوعة ديني مركة فضل العمرة عمرة فضل قيادة فضل قيادة قيمها عمرة أي لذهي قارهان بشر رمضان العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عمرة أي عمرة كالأود حيسة وقفك أو عمريستي عمرة أي عمرة كالأود حيسة يعني وحي كفاري دم بداف أطهي وحي أدحيي أو قفف أو سيئات أي وحي أطهي كفارة أسطريت أو قفك لغا أسطرايا الله سبحانه وتعالى أو أدافايا لبو الاستمرار والمتابعة بين الحج والعمرة تبعد الفقر والذنوب والمعاصي يعني عمرة يحجك أو لاس راع راعيه أو سنة كستبع نك يعني أنت تبرتيس أي تهي أو بحيه أو صعده حجية عمريه حجية عمريه أما متابعة يعني حجك عمرة متابعة كسمية تبعد الفقر وحيكف غين إذا فقيرت النمو إيو وحيري نك عمرة آذاي والذنوب إيو ذنبي إيو والمعاصي معصي الله كفرشه أي وحي وطهي كرد ريسا وكفو قيسا العمرة في شهر رمضان بشهر رمضان إن لعمر يستو تساوي وتماثل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأكتهي حج
نبيك للا آذي أم بحج معي نبيك معي جيسا لحجيي أي لمبته وعمرة في رمضان أذيقو حج نبيك للا آذي لمبته لكن حجك مكا كافنيسو أو حجك واجب كيس سيديس أوتاغيني هذا حجنين حجك أنت أدنوشة هالمرة لقاربا عمرة أنت أدنوشة هالمرة لقاربا حدي هالمر أدو عمرة إي حجك أدنوشة هالجليسو سيداسي كاغا يعني كاغا دعايان لكن ننكا أم بقفك معتمركا إي حاجيكا هدي يعني بيتك أو كنا نغضو ما يعني عمره أو آذو بشر رمضان أن لا عمره أو آذو بشر رمضان وحي لما تاع عمره داس حج نبي أو لسه حجي أي لما تاع حج نبي أو لسه حجي وأجر أهان إيه ثواب أهان أما يعني حج كهدوسا آذن يعني كمرد عايو وحج ك واجب كيسة سيدي سوء تاغيني عمره وسوء عمره يستي بشر رمضان ثواب كحج كأيوهلا ومع النبي صلى الله عليه وسلم أو حجية ولبا لكن كما دعاه كما دعاه عمره ذا كما دعاه حجك كما دعاه فإن عمرة في رمضان رمضان كأول سوء عمره يستو تقضي حجة معي أيو النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان عمرة رمضان لعمرة يستو تقضي وحي أقود حجا حج معي وأنيق ليلة جري ولبا وإنت شيئين أو تعدل حجة أو حجة معي أم بوحي لأكتهي حج أنيق معي يقل حجيي أي لأكته وفضل وين مرك انت الهي سبحانه وتعالى كما نستي ان اي يعني حنته هستان واودي كران ان اي يعني سو عمرستان وحا هبون ان اي يعني بشر رمضان اي سو عمرستان بشر رمضان اي سو عمرستان عمره بشر رمضان فضيله جار او وين ايا كسوغان سدا ان شيغني حدا حج اي لمته adigu xajiyay ayaad ajirka iyo thawaabka xajka oo kalaad helaysa oo waliba nabiga la xajiyay laakin xajka ka mar dhacay xajka markasta waa laga rabaa asiga xajka waa laga rabaa ahay marka waxyaabaha lagu xajinaayana waa inay aanba lagu umraysanaayo inay ahaato yaani hanti xalaal ah hanti xalaal ah xajka iy amrada waxa aad ku aadeysid hanti xalaala inuu ahaado wax yar oo yaani xaraana hadii uu ku jiro hantidaas amba ticket aad ku goosanaysid amba hotel inaad ku bareysid xaga amba aad ku safreysid amba ihtiyaajadkaada inta safarka xajka aad ku dhex jirto iyo amrada aad ku dhex jirto ku gudanaysid wax yar oo xaraana hadii uu ku jiro yaani صح معه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام أبا القد كلاي أبا المرين كلاي ملها جنة مؤقي لكن حج كهدي أو سنهين حج مبرورة يعني حج مبرورة هدو سنهين أو كجرته حنتذا هذا يعني وحان هبونين كجره وحي عمرها التسهيلات كأدوها ذيك سنة يسيد واحد في عنان هدو كجره حج مبرورة من غناية عمرها لم يدواي شروط العمرة عمرها شروط هذا قفك مؤدقة عمرها قدنا إنه مسلم يهي شر دواي قفك قال كعمرك ما أنصحيس أن يكون بالغا قان قار إنه أهاده سبقه وكا أنصحيسا لكن كمرنعيس أو مركي أوين هذا إنه عمره استواي أن يكون عاقلا إنه يعني عاقل يهي قفك مجنون كأه أسيقنا كما أنصحي سأنبا لقى مربه أنت يعني أو والده أو كسوغيه
أن يكون مقتدرا أو ويستطيع القيام بها إنه أودن الشرط واي حدي أوسن أودن لقال أهان أوسن أو أودن أنبا أمن أهان أوسن أبيح كرنا أسينا لقى مرة أنبا ما و ما و شرط معها إنه هذا يعني شروط كمان معه وح الشرط إن مقتدر وهذا أوده مستحبات العمرة قبل الإحرام وبعده وحيابها وناجا مستحبات كالسنضاء لربو قفك معتمر كالجربو أو سنضاء وحاكمدة كو تغليم الأظافر عجيدة إنه يسكجر الاغتسال كهر انت وسن حرموه انه قبيسته تعطير وتطيب الجسم انه اسعرفيه كهر انت وسن عمريسن واي اما هدو عمريسته يعني ما بنانا انه طيب اسمريو كهر واي قول لبيك اللهم لبيك قابكاس انه كحرته لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة حجا لبيك اللهم حجا وعمرة قابكاس إنه يعني أقول واقولني هذا تلبية ذا تقبيل الحجر الأسود إنه شميو أردن كوضو حجر الأسود كا حدي يعني ازدحام ماشي أو سنكجر سدا سافيعا وحيكم التهي مستحبات العمرة الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى السعي بين الصفا والمروة سد هذا وريجو هره إنه يعني أرضه سد هذا الدنبنا يعني سعى ذا أو أنت الدنبنا أفرت الدنبنا إنه سعى ذا أسعدهم الإكثار من الذكر والدعاء أنت يعني أو كل حجر يعني معتمر كعمري سناية إنه بضيع ذكرك هي الدعاء ذا إنه بضيع أي الربع القيام بصلاة الركعتين لبركع دوكشودو دا انو او استاغو واي كو مركو حرمانايو الصعود على الصفا بورت صفا ليرا انو وحير دوشا ككرو واي الركض بين العالمين الاخضرين انو رعليو لبدا يعني اغار دحدو دا عالمين ايا جرح الكا ماشاس يعني عالمين كاس اخضرين كا دحدو دا وحير انو رعلي سميو الإكثار من الذكر ذكر الحسدة إنه بضيع على قدنا رمضان أمانت أو أنكسو قادني فضل العمرة في رمضان فضل قيمها أي لذا عمرها بشر رمضان هل كان أنكسمينا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.